عليكم البنات، فيديو جديد. اليوم جيت معكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا بزاف بزاف قبل ما نبدا لتعليقكم زوينه، شكرا لدعمكم ليا، شكرا بزاف من كل قلبي ولكل وحده فيكم. ما بغيت ننسى حتى شي سميه، كنت معوله نقول سمياتكم ولكن دابا ما بغيتش ننسى حتى شي سميه باش نشكركم كاملات. شكرا لكم بزاف بزاف البنات لدعمكم، الدعم كي قلت لكم والكلامكم زوين في حقي. اليوم جيت بواحد الموضوع مختلف تماما على المواضيع اللي قبل، موضوع اللي ما نكذبش عليكم البنات ترددت بزاف باش نقول الراي ديالي فيه، ولكن قلت ضروري غادي نقول تجربتي وللعبرة البنات بالنسبه للبنات كاملين باش ياخذوا اللي بحالي ياخذوا عبره منها. غنعطيكم ملخص البنات ديال 7 سنين ديال الزواج، القصات اللي وقعوا ليا في الولاده ديالي، الاجهاد المتكرر، فقدان الجنين البنات، مريت من بعض المراحل اللي كانوا شنو نقول لكم البنات اللي كتوقفي كتقولي اوف فريمون بهذا المصطلح هذا. بالنسبه للبنات اللي اول مره غيشوفوا لاشين ديالي، عافاكم البنات ما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم وباللايك باش يوصلكم كل شيء الجديد ديالي البنات. هذه حاجه. نبداو البنات على بركه الله في اول حاجه غادي نعاودها لكم. البنات انا تزوجت هذه تقريبا شي 7 سنين، هذه العام الاول البنات اللي تزوجت فيه ما كنت كناخذ لا بيلول تقريبا بوندون العام كامل، وحيدتها في الاخر ديال في الوسط ديال الصيف بدلت لابيلول، حيتاش الطبيبه كانت قالت لي بلي فاش كتفوت واحد المده ما كتبقاش تشد ليك. فديك اللقطه انا بدلتها من ماركه لماركه، ما بغيتش نذكر السميات ديال لي مارك ديال لابيلول. المهم بدلت من وحده كانت مجهده بزاف لوحده كانت خفيفه شويه، حيتاش مازال كي خلات الطبيبه الرحم ديالك ما معروفش واش كي يقبط ولا لا، يعني خصنا من 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 عدموش بالفانيد. مهم بدلت من بيلول مجهده البيلول الخفيفه. في ديك لا بيريود هذيك اللي بدلت من بيلول مجهده الخفيفه، بحال قلتو لي دوز ما كانتش كتنفع، وتما وقع ليا حمل. فاش وقع حمل للاسف البنات وقعت اون غروسيس اريتي، يعني توقف للحمل. فاش من ورا شهر ما كاملاش يعني دغيا وقع عندي اجهاد، هذه للمره الاولى. يعني فاش كتوقع للمره الاولى كتقولوا عادي، يعني فاش وقعت ليا قلت زعما عادي زعما ما وقع حتى حاجه، دونك كملت المسيره ديالتي عاديه. جوست موراها ما كامل حتى شهرين كنت حامله ببنتي اللي هي بنتي دابا. دونك حملت من شهرين من وراها ببنتي. اون فوا البنات عرفت راسي، انا ما نكذبش عليكم البنات، فعند بنتي درت اخطاء لانني ما كنتش متوقعه انني نكون حامله. فجاني واحد الوجع واحد الالم هنايا في المستوى ديال الرحم ديالي، وتتعرفوا بان دائما قبل الدوره الشهريه تيكون دائما داك الالم، وتيكون عندكم بحال واحد صداع والم في الهذا. فتخيلت انه الم الدوره الشهريه، كنت مشيت عند حماتي وقلت لها راه شنو هاشنو هاشنو، ومسكينه طيبات لي واحد البراد فاعل تارك بالخزامه والقرم القرفه والقرنفل ما عرفتش. المهم طيباتو ليا نيت، حيت اصلا مولفه كطيب ليا هذاك البراد دائما. كان فيما كانت مسكينه كتشوفني كانت تمرت بالالم الدوره الشهريه كانت تصايب ليا هذاك البراد. المهم شربتو من عندها، رجعت لداري عادي، باقي داك الالم كنحس به، باقي داك الالم كنحس به، ما غادي وكيزيد ما غادي وكيزيد. الدوره الشهريه غدا كتعطل ما جاتش، يعني تخيلت ان فراسي بصح فيا البرد. صافي قلت لواحد صاحبتي جارتي قبالتي قلت لها خصني نمشي للحمام انا وياك هكا زعما باش نسخن ونكمل دعامي، قالت لي صافي واخا.
شديت واحد الكاس ديال الحليب عمرته بالقرفه شربته، دخلت جلست الغد اللي جات عندي ماما، وليت ما مشيت للحمام لا حتى حاجه. فاش جات عندي ماما كنا متفقين باش نمشيو الحمام، مابقيتش مشيت. جات لي عندي ماما وخالي ومهم عائلتي كلها جاوا عندي لهذا. اون فوا شافتني ديك الساعه مرت خالي قالت لي يا سنتي راه كتبني بحال حامله. قلت لها ما يمكنش، انا ما يمكنش نكون حامله دابا، خصوصا ان قلت لها شربت بزاف ديال التخربيق اللي مستحيل زعما اصلا نبقى حامله. فهاديك اللقطه مشيت جبت لو تيست ديال الحماله، درتو على البنات طلع بوزيتيف. هنا بدات المعاناه ديالي. فاش مشينا عند الطبيبه تلاقينا ان الحمل ديالي ما بقاش في بلاصتو، يعني تحرك من بلاصتو، هبط على الوالده ديالتي. هنا الطبيبه قالت لي الحمل ديالك مهدد تماما بالسقوط، يعني في اي لقطه ممكن ينزل. من الاحسن عطاتني مثبتات للحمل، عطاتني هادو بحال دي سوبو كيدارو داكشي اللي تثبت الحمل، عطاتني معاهم لي باري باش نديرهم، وقالت لي خصك تنعسي هاد المده كاملها على ظهرك حتى يتثبت الجنين، كي حتى كيبان لينا هذاك لو ديكولمون ما بقاش. عاد نقول لك ديك الساعه تقدري تمارسي حياتك عاديه. هنا بدات المعاناه، ما حيلتك اللحم، ما حيلتك نعس على ظهرك، ما كتخرجيش، ما كترجيش حتى حاجه. الله يسمح لينا البنات من الوالدين. فهاد اللقطه البنات دوزت الحمل ديال بنتي، كان صعيب بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. الا قلت لكم صعيب 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 بما تحمله الكلمه من المعنى. حتى ولدت من ورا بنتي. فاش ولدتها بعامين تقريبا، بنتي عندها عام وشي حاجه، عام ونص غادي العامين، وقع حمل للمره الثانيه. فاش حملت زعما بالنسبه ليا في الاول كانت بحال الخلعه، بحال حيتاش انني ما كنتش متوقعه راسي انني غنكون حامله، ولكن فاش وقع قلت ماشي مشكل الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. من وراها اون فوا حسيت براسي هكا مشيت عند الطبيبه، قالت لي كاين حامل ولكن ما بانش لي شي تطور في الحمل. قالت لي غادي نحاولوا نديروا مثبتات ديال الحمل، ولكن خاصكي تعاونينا حتى انتيا. ما نكذبش عليكم، هنا بقيت كنطرح السؤال علاش كيوقع ليا بحال هكا، علاش كتكون ليا ديك لا غروسيس اريتي، يعني توقف الحمل، الحمل ما كيتطورش. طرات ليا ديجا مرة الاولى، عاودت المره الثانيه، المشكل فاش؟ هذا هو السؤال اللي قلت للطبيبه، قلت لها المشكل مناش؟ قالت لي هادشي هو اللي خصنا نعرفوه. المهم بقات بقاو كي كتقابل زعما هذا، تعبري ليا لا طونسيون، تعبري ليا السكر، تعبري هادي تعبري هادي. تلاقينا ان المشكل اللي عندي هو في الضغط، يعني لا طونسيون عندي ماشي ستابل، يا اما كتهبط خطره واحده يا اما كتطلع خطره واحده، هذا هو المشكل اللي عندي. فهنا الطبيبه قالت لي عندك المشكل ديال اش، ديال لا طونسيون، دونك خاصك تردي البال في هذه القضيه هذه، يعني تحاولي اي حاجه كتستريسك او كتخليك اما تنفعلي باش يطلع لك لا طونسيون تردي مع البال. اما بالنسبه لا شوت ديال لا طونسيون فما عندناش ليها حل. هنا ما نكذبش عليكم البنات، عطاتني عاوتاني مثبتات ديال الحمل وقالت لي سيري تنسي. ما نكذبش عليكم نعست واحد المده ديال 15 يوم، نزيف ما تحبسش، نزل ولا عندي نزيف، بقيت كنزف. مشيت لمراكش المصحه الدوليه ديك الساعات ودخلت ليها، شافوا قالوا لي كاين عندك بحال اون فوسكوش، غالبا غادي ديري اون فوسكوش، يعني ما باينش لينا مزيان ولكن غالبا غديري اون فوسكوش. مشيت لمدينتي اللي هي مدينه اكادير، من وراها دوزنا واحد المناسبه
ومن وراها جس من ورا هذيك المناسبه جس من ورا هذيك المناسبه وقع لي نزيف حاد حاد. الا قلت حاد البنات يعني حاد نزيف خطير. من وراها دخلت لا كلينيك ودرت لوبيراسيون ديال تنقيه الرحم يعني كورتاج وخرجت. ما نكذبش عليكم حسيت بواحد الخوف من وراها بواحد الالم بواحد ما بقيتش باقه باغا نسمع حس الحمل ما باغاش نولد ما باغاش حتى حاجه مازال ما نكذبش عليكم لان التجربه اللي وقعت لي ديال الكورتاج كانت صعيبه بزاف. ف من وراها ما بقيتش باقي بغيت نهائيا نعرف راسي راني حامله. دازت لمده ديال تقريبا 5 سنين ونص. كنت فتحت المراره من ورا المراره وقع حامل للمره الرابعه. هذه المره هادي فاش وقع الحمل ما نكذبش عليكم كنت خايفه بزاف بزاف واحد الدرجه ما كتصورش. اون فوا درت تحليل ديال الحمل لقيت راسي حامله تخلعت لان كانت الفتحه اللي في كرشي يلاه باقا جديده يلاه حيتاش المراره اما كيديروا لكم تقابي اما كيديروا الفتحه الكبيره. انا درت الفتيح الكبير كانت يلاه بشهرين باش فتحت. ف والله كنت خايفه بزاف بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش ولكن ربي الا بغى الحاجه كيقولها كن فيكون. ما نكذبش عليكم على البنات توكلت على الله قلت ماشي مشكل وصافي بقيت عادي زعما عادي. درت له تيست ما مشيتش للطبيبه لا حتى حاجه بقيت عادي كنمارس حياتي عادي حتى لواحد النهار كنلقى راسي عندي نزيف. قلت صافي عاود بحال المرات اللي فايتين اون غروسيس اريتي. بقيت عيت للزوج ديالي عيت لماما جات لعندي مشى معايا باقي كنعقل خالي وماما وراجلي. داوني على لورجونس لمراكش على اساس انني غادي ندير غندير كورتاج. داوني على اساس فوسكوش لان صافي ما يعني كي نزيف 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 دونك خصوصا ان الكميه ديال الدم اللي نزلات كانت كثيره. ففوالا مشينا البنات لمراكش لبسوني الطابليه ديال الفوسكوش على اساس انني غادي ندخل ندير فوسكوش. دخلت على اساس انني قلت لكم اسمحوا لي البنات غنجي كورتاج. دخلت باقي كنعقل هذا لبسوني الطابليه الفرميات قالوا لي غتسني حتى تجي الطبيبه باش دير لك ليكوغرافي وباش نوجدوك للبلوك تدخلي ديري الكورتاج ديالك. صافي البنات ما نكذبش عليكم في ديك اللقطه صافي كنطلب واحد الحاجه كنقول يا سيدي ربي فيها الخير الله يجيبها. هاد القضيه اللي كنت كنطلبها واخا في الداخل ديالي بقى فيا الحال بزاف ما نكذبش عليكم كنت كنبكي باقي كنعقل. الطبيبه اللي كانت هنا في مدينه اليوسفية بقات كتبكي معايا لدرجه انها شافتني كنبكي بقات كتبكي كتقول لي يلاه صافي ما تخافيش ان شاء الله ربي يجيب لي فيها الخير. قلت لها لا شحال من مره كطرى لي دائما اجهاد دائما اجهاد. قالت لي لا ما يبقاش فيك الحال اللي كتب عليك سيدي ربي هو اللي غادي يكون. المهم مشيت عادي اساس ما نكذبش عليكم غادي ندير الكورتاج ديالي. دخلنا للبلوك عادي من هذا جات الطبيبه جات باش دير ليكوغرافي كتسمع بحال بحال بهاد القضيه هادي يعني دقات القلب. قالت لهم علاش لبستوا لهاد السيده الطابليه قالوا لها راه سميتو راه عندها اون فوسكوش جابوها لينا الدوسي ديالها عامر على اساس انها غدير فوسكوش. قالت لهم لا قالت لهم سي فري هاد السيده عندها اون فوسكوش ولكن كاينين جوج ديال الكيسات كاين كيس حدا كيس السيده حامله بتوام دونك واحد الكيس خوا واحد الكيس عامر. داك اللي عامر ما يمكنش لنا نحيدوه طونك باقي فيه الدقات ديال القلب خصنا نكملوا عليه وغادي يمشيو معاه حتى الاخر غنبقاو نحاولوا معاه باش يبقى لنا حتى لاخر نهار. يتسولني مدام
جيب الدوسي ديالك القديم، علاش كنتي كديري فوسكوش؟ قلت لها راه الطبيبه اللي كنت متبعه معاها قبل قالت لي بلي عندي مشكل ديال لاتونسيون، داكشي علاش كتوقع ليا اون غروسيس اغيتي. قالت لي دابا باش نحبسوا هاد لا غروسيس اغيتي خصنا نديرو بحال قلتي احتياطات اللازمه ديالنا. اول حاجه عطاتني لي زيل تراجيستون سو فورم ديال الاباري سو فورم ديال الفانيد باش يدارو باش ما يوقعش اش كيقولوا لي باش ما يوقعش باش ما يتحبسش الحم. ثالث حاجه باش الاكسجين يوصل للبيبي البيبي سمحوا لي باش الاكسجين يوصل للبيبي عطاتني اش كيقولوا لي داك اسبيجيك اسبيجيك يتخضع لمده الحمل كله حتى حبسته تقريبا جوج سيمانات قبل ما نولد. جوج سيمانات قبل ما نولد عاد حبسته، ولكن بقيت كناخدو مده الحمل كله هذاك الاسبيجيك كيتخضع. علاش؟ باش الاكسجين يوصل للبيبي. هي الطبيبه قالت لي اغلب اسباب الحمل هو ان الاكسجين ما كيوصلش للبيبي، يعني مشكل عندك ديال الضغط، الاكسجين ما غيوصلش للبيبي دونك ما غاديش يكمل التطور ديالو. هنا البنات ما نكذبش عليكم، فاش تبات مع هذيك الطبيبه في مراكش ارتحيت بزاف، ارتحيت نفسيا معنويا الطريقه باش عطاتني سميتو. ولكن قالت لي خصنا نعرفوا قولي لي من قبل ما حملتي ما خديتيش فانيد ما خديتيش حتى شي حاجه كلاسيك؟ كنت كناخذ الفانيد حيت كنت كناخذ لابيلول ورغم ذلك حملت. قالت لي عطات شنو سميت لها السميه ديال الفانيد اللي كنت كناخد، وسولتني بزاف ديال الحوايج. قلت ليها كنت مريضه في حيت كانت ديك الوقيته عيد الكبير، قلت لها كنت مريضه في عيد الكبير بالحلاقم وخديت خرج ليا الطبيب انتيبيوتيك، شنو هو النوع ديال الانتيبيوتيك اللي خديت وهذا وهذا وهذا. المهم سولتني على بزاف ديال الحوايج كتبتهم في الدوسي وقالت لي هادو كانوا من اسباب انتي ما عندكيش سبب واحد اللي خلالك يكون الاجهاض، ولكن كانوا بزاف ديال الحوايج تراكموا خطره واحده خلاو الاجهاض. عطاتني نعس على شهر على ظهري، عطاتني ندق دوك اللي باري ومن وراها نرجع ليها. من وراها فاش رجعت البنات قالت لي بكل بساطه الحمل ديالك الحمد لله ما بقاش فيه ديكولمون، حيت كان ديكولمون في الحمل الثاني يعني في الجنين الثاني. قالت لي الحمد لله ما بقاش، كنتي حامله بتوأم خسرتي واحد بقى واحد ولله الحمد، اللهم الفضل زعما يبقى في هذاك اللي كاين. ما نكذبش عليكم كنت بقى فيا الحال قلت عرفتي حنا الانسان بطبعه طماع، يعني تعطي وحده يبغي جوج، قلت كون يبقاو دوك جوج، ولكن في الاخر قلت الحمد لله على فضل الله. المهم بعدا اللهم واحد ولا والو كاع، ما نكذبش عليكم صافي سالت هذيك القضيه. دازت المده في الشهر ديالي الخامس قالت لي ضروري ضروري خصنا نديرو ايكوغرافي مورفولوجيك. قلت لها علاش؟ قالت لي خايفين من تشوهات ديال الجنين خصوصا انهم كانوا توأم، وثاني حاجه ان كنتي كتاخدي فانيد خديتي مضادات حيويه وخديتي كنتي كتاخدي لابيل، دونك حنا غادي نشوفوا عضو بعضو باش نكونوا متيقنين ان الحمل ديالنا سليم. انا وزوج ديالي بقينا مصدومين، قلنا صافي واخا ماشي مشكل. المهم قال لها صافي، قال لها بغيتي صافي ديري انت كتعرفي ديري ديريها. المهم بدات كتعبر هذا النيف هذا الراس قداش قداش الوجه قداش قداش العينين قداش. المهم بقات كتعبر كل حاجه، عبرات ليه الكلاوي ديالو عبرات ليه الطيحان ديالو الكبده ديالو شنو مازال البنكرياس. المهم عبرات كل شيء رجلين العظام ديال اليدين العظام ديال رجلين السبعان مهم اغلبيتهم عبراتهم، ولكن اهم حاجه هي انها قالت لنا النيف كان هو هذاك نورمال زعما حيتاش قالت لي الاغلبيه كيكونوا باينين غير من اللوني ديالهم ومن الشكل ديال الراس. قالت لي الحمل ديالك طبيعي. مهم كملت ولدت عادي سيزاريان زعما ولدت سيزاريان في الوقت اللي خاصني نولد فيها. كملت تقريبا 40 سيمين ولدت 40 سيمانه 40 اسبوع ولدت الحمد لله ما شاء الله.
ما نكذبش عليكم، لا ريزولوسيون اللي انا خرجت بها، المهم البنات، لا ريزولوسيون اللي خرجت بها هو انني، النصيحه اللي غادي نعطيها للبنات كاملين هو انكم الا كنتو باغيين تحملوا بالصعوبه تشربوا حتى حاجه، ما ديروا حتى حاجه، واخا تعطل عليكم الدوره، الا كنتو مزوجات تعطلت عليكم الدوره الشهريه البنات، ما تمشوش تشربوا حتى حاجه نهائيا، يعني سواء كنتو كتاخذوا لا بيلول ولا ما كتاخذوهاش، ما تشربوش حتى حاجه. تاكدوا بعدا بالتيست ديال الحباله هو الاول، عاد ديك الساعات الا كنتو متيقنين انه خرج نيجاتيف، عاد ديك الساعات تقدروا تشربوا اللي بغيتو. ثالث حاجه بالنسبه للبنات اللي كيوقع لهم اجهاد متكرر اللي بحالي، واللي كتوقع لهم بالضبط توقف الحمل، يعني اون غروسيس اريتي، يعني الحمل ديالكم كيتوقف ما كيكملش التطورات ديالو، فمن الاحسن انكم اون فوا تعرفوا راسكم حاملين تبعوا مع الطبيب من الاول، يعني من النهار الاول، اون فوا تشوف ديروا لو تيست ديالكم سيروا عند الطبيب وقولوا ليه راه حنا كيوقع لينا اجهاد متكرر، لان نصحت به صاحبه ماما والحمد لله مشات لعند الطبيبه من كي عرفات راسها حامله، عطاتها مثبتات الحمل والحمد لله راه ولدات دابا. فمن الاحسن البنات اللي كيوقع لهم توقف للحمل ولا غروس ساريتي، البنات ديريكت عند الطبيب، ما تفكروا لا هكا ولا هكا. كانت هذه تجربتي البنات، الملخص ديال 7 سنين مع الحمل والولاده، الحمد لله هادشي اللي كتب. كانت هذه البنات هي التجربه ديالتي ديال 7 سنين كي قلت لكم، ديال توقف الحمل، اجهاد، الحمل بالتوأم، فقدان جنين البنات، الحمد لله اللهم لك الحمد، كانت شويه قاصحه ولكن اللهم لك الحمد خرجت بولدي سامي وبنتي هبه. الله يرزق كل وحده فيكم بالحمل ان شاء الله، الله يثبت لكل وحده فيكم الحمل ديالها، تولد بخير وعلى خير، الله يرزق لكل وحده تمنات بشي حاجه، اللي بغات وليد الله يرزقو ليها، واللي بغات بنيه الله يرزقها ليها، الله يفرح كل وحده فيكم ان شاء الله عاجلا يا ربي. دونك البنات خليتكم على راحه الله، تنعاود نشوفكم في فيديو جديده، ما تنساوش البنات اللي جديده وشافت الفيديو ديالي تورك على اشتراك وتورك على جرس باش يوصلها اي جديد ديالي. شكرا لكم البنات اللي كيبغيوني دائما وكيصيفطوا ليا الرسائل ديالهم، كنبغيكم حتى انا، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله، بسلام.